اهلا وسهلا ومرحبا بمحبي ومحبات قناه مريم جازر. كي دايره زلان ديالي، نتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال وامور ديالكم تكون مزيانه ودائما تكونوا طب طب طب. اليوم البنات ما نقولش لكم الجو، واحد الشميشه غزال على مزيناتها. شحال هادي الجو ما كانش بحال هكا شويه مشمش. ما عرفتش نتوما الاجواء عندكم كي دايره. المهم شنو وقع ليا اليوم؟ بعد اول حاجه انا بغيت نبارطاجي معكم اليوم الروتين ديالي ديال نهار الاحد، شنو غادي ندير، شنو مشيت درت. المهم انا مشيت خرجت ديجا، ما كنتش معوله انني نخرج الصباح، ولكن شقت لي فراسي انني نمشي المارشي اوبيس. قبل البارح كنت معوله انني نمشي لبلاصه اخرى، عيطت لواحد صاحبتي هي فرنسيه، قلت لها انا غادي ننزل للسونتر. المهم السونتر واحد البلاصه كيكونوا فيها العرب بزاف، كما كنقول لكم انا هنا ساكنه في الفيلاج وباغي ننزل تما. المهم نسول على شي حاجه خاصاني حيت انا ما كاينينش عندنا العرب بزاف، المحلات ديال العرب ما كاينينش. قالت لي راه ما غاديش نكون غنمشي لمارشي اوبيس. قلت لها والله حتى فكرتيني انا شحال هذه من زمان ما مشيتش، رغم انه ما بيتش عليا بزاف، كنت جايه شي 3 سنين ولا اكثر ما مشيتش له. مارشي اوبيس البنات واحد المارشي كبير وفيه بزاف المغاربه والعرب التوانسه، يعني العرب كاملين جميع. وكاين فيه حتى الكور، ولكن الكور ماشي بزاف، كنلقاو فيه الخضره، كنلقاو فيه الطواجن، كنلقاو فيه اي حاجه طاحت عليك بالك كتلقيها تما، بحال تقولي راسك راكي في المغرب. صافي قلت لها والله عرفتي شنو، قلت لها راه ربما الا درت لي في الخور نمشي. قالت لي المهم لي ما فقت الصباح ويضرب لي فراسي. قلت والله حتى نمشي للمارشي شحال هذه ما مشيتش له. عيطت لها قلت لها انا غادي نكون ديت معايا ساره، لبسنا قادينا وصافي مشيت تقديتيها هي مورايا. خليت ماتين مع راجلي مع باباه، قلت له قابلو. المهم قلت له جمع روينه، جيت لقيت روينه باقا هي حتى حاجه ما تجمعات، راكم عارفين الرجاله. قال لي يعني بقيت مبرط مع ماتين، يجري من هنا يجري من هنا. المهم قال لي ما قدرت ندير معاه حتى حاجه. قلت له ماشي مشكل. المهم يلا انا دخلت ماشي شويه هذه تغدينا، ودابا غادي نوريكم التغذيه اللي شريت من مارشي اوبيس وشنو خديت اخر. خديت واحد سميتو بلاتي نوريكم هنايا، خديت واحد الكسكسيه هذيك ديال الكسكسو، انا كانت عندي وحده هاي خايبه ما زويناش شفتوها تخسرات ليا. درتها في الماكينه وما عرفت علاش، يعني ما كانش شي ماركه زوينه، كنت خديتها من المغرب راه شحال من عام وانا جايباها عندي. صافي كنقضي بها وصافي، ومنين ولات كحله وما عجبتنيش قلت نشري وحده اخرى. خديت هذه اينوكس انا نشاركها معكم حتى هي، صراحه تقمت عليا رخيصه. المهم دابا شنو غادي ندير، غادي نخليكم معايا نجمع لوينتي وانتم معايا، ولا كان شي حاجه راني غنبارطاجيها معكم. يلا ما تزابوش بقاو هنا، ولكن قبل ما تشوفوا لا فيديو كنتمنى انكم ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ولا عندكم اي سؤال او اي حاجه، ولا بغيت نحط لكم شي فيديو كما نتوما بغيتو فاكتبوا لي في التعليق، وانا ان شاء الله نحاول ندير لكم فيديو نتوما اللي بغيتو. دابا شنو غادي ندير؟ المهم دابا خليكم معايا. صافي دابا راني جمعت واحد شويه هاد الجهه، باقا ليا الجهه الاخرى نشارك معكم بعدا هاد الكسكسيه اللي خديت. المهم كتكون بحال هكا، هذه ماركه ديالتها رويال سويس، رويال سويس. ها هي يعني كسكسيه اللي هي عاديه، كسكسيه اللي هي عاديه البنات، ماشي شي حاجه ديال الزواق ولا شي حاجه، يعني حاجه عاديه ديال اينوكس. غادي نوريها لكم، فيها نقول لكم شحال من فيها، 14 لتر. المهم ها هي شفتوها، هي زوينه وحتى القاع ديالها زعما حاجه اللي هي مزيانه. هانتوما شفتوها، ها هي انا مكتوب عليها رويال سويس، رويال سويس وهي اينوكس. وهاد الكسكسيه ديالتها المهم هنا عندها الغطيه ديال الدجاج، هذا ديال ميكات شفتوها،
انتما. وعندها هكا يمكن هكا صافي هي هذه كتجي بحال هكا الكسكسيه. هذه البنات قال لي 28 اورو، انا قلت له تصاوب معايا، نزلتها ليه بهذا 23 اورو باش خديتها 23 اورو، يعني بالثمن مناسب وزوينه. المهم عجبتني، كاين البنات بزاف د الحوايج تما عنده ديال داكشي ديال رمضان، المويحنات غزالين، كاينه واحد السوبيره اللي كنديروا فيها الشوربه ونديروا فيها الحريره، كنت بغيت ناخذها دايره 20 اورو، يعني جبيبنات 10 اورو وهذيك السوبيره مدوره 20 اورو، وحتى لو صوبت معاك غناخذها قل، ولكن حاجه غزاله غا هي مع كان عندي الثقل، وكنت انا وساره ما عنديش كي غندير. حتى شنو درت بعدا لهذا الشيء؟ مشيت تقديت خديت شويه ديال الخضره، الصاك كان ثقيل، قلت لها يلاه نمشيو نحطو، مشينا حطيناه في الطوموبيله عاودنا رجعنا. تمينا غاديين بانت ليا هاد الكسكسيه ديال البرمه كسكسو، رجعت هزيت البرمه كسكسو، عاود قلت ساره يلاه ما يرجعوا الطوموبيل، رجعنا الطوموبيل حطيناها لحقاش ما نقدرش انا نهز كلشي بوحدي. وعاد عاوتاني هزيت معايا عندي الساك ديال التقديه، عاود مشيت عاوتاني بانت لي حاجه اخرى تقديتها. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نشارك معكم التقديه اللي شريت. هذه هي التقديه اللي خديتها بنات، ما خديتش بزاف وما كنتش معوله كاع ناخذ هذا الشيء والله. عندي التقديه مازال في الثلاجه ولكن ما قدرتش ناخذ بزاف، غنقول لكم من بعد علاش. المهم شوفوا خديت الطماطم، شوفوا الطماطم البنات عرفتي زوينه تبارك الله صلى على النبي ديت المغرب، شحال هذه ما لقيتش هذه الطماطم. و عرفتي ملي كتشموها يا البنات وحق الله راه كنشم الطماطم ديال البلاد وحق الله. بالنسبه للكيلو البنات اي حاجه كتحط على يدك كيقول لك انا رو 50، انا رو 50 الكيلو. وين هذا الطماطم، هذه الدنجال، شوف الدنجال ديال المغرب عرفتي داكشي زوين يا البنات والله حتى ريحه البلاد كتشموها. هنا الام الفلفله، عرفتي الفلفله راه ريحتها البنات غزاله وحق الله فهمتوما. ما عرفتش علاش الريحه ديال الخضره ديالتنا اللي كتكون جايه من البلاد اللي كتكون في البلاد عندها واحد الريحه اللي كتشميها كتعرفيها ريحه البلاد، ماشي بحال الخضره ديال هنا ديال فرنسا. انا ملي كنمشيو السوبر مارشي كنشريو ما كنشموش هذه الريحه اللي كنشموها في الفلفله، في الفلفله وفي المطيشه نهائيا. هذا البنات هذه شحال وانا كنقلب عليها، هذه ما كنلقاهاش نهائيا في السوبر مارشي ديال فرنسا، يعني في المغازه ما كنلقاهاش، كنلقى هذيك الخضره الطويله ولكن هذه اللي كتكون باهته ما كنلقاهاش. هذه غزاله البنات، ها هي كنعمروها كنديروها فاخس، نعمروها بالكفته وبكلشي تجي في الفران. وهذه البنات كاين اللي كيديرها حتى عصير بحال شكل لافوكا، كاين اللي كيدير ساعه ساعه شنو غنشاركها معاكم. النعناع اللي كنقول لكم ما بقيتش كنلقى النعناع هاد العام، وليت كنشري النعناع وليت كنلقاه هانتوما. هذا والشيبه داين 1.50 1.50 شفتوها الشيبه حتى هي. المهم البنات لقيت الخرشوفه هو، ولكن ما كانتش شي حاجه اللي زوينه تشهيته وقلت واخا هكا كناخذو. ديت قبيطه بحال هكا غادي نقطعو نشارككم، ربما نشارك معكم كيفاش كنوجدو رغم انني فايته عندي في القناه كيفاش نوجد كيفاش كنوجد لكم الخرشوف. كندور عندي في القناه تقدروا ندير نحط لكم الرابط. خديت هذا هو اتاي البنات اللي كنشرب، هاد اتاي البنات غزال 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 عقلو عليه، ها هو 9371 ها هو هاد اتاي ديالو غزال. شوفوا البنات اشنو لقيت في المارشي او بوس، شوفوا دلاح واش من دلاح، انا داك كنموت على الدلاح، غير بان ليا البنات الناس دايرين عليه هكا كيشريو. قلت له على سيدي على دابا وقت الدلاح هذا، قال لي اه راه الدلاح بدا كيخرج في المغرب، ويقول لي هذه راه جايه من المغرب. قلت له عطيني وحده، هذه تحسبات لي 5 اورو، هذه عرفتي راه شفتوها راه كبيره، درتها في الثلاجه انا كنموت على الدلاح. خديته وخديت حتى الزيتون مخلط، في الزيتون الخضر والزيتون الابيض. صافي البنات هذا الشيء اللي خديت في التقديه، يعني داك الشيء كان غير شويه. حاجه وحده بغيت نقول لكم علاش ما قدرتش ناخذ بزاف،
كما بقيتوا عاقلين البنات انا هي هذه هاد الثلاجه عندي راه ماشي هي اللي كانت عندي في الاول، هذه راه ماشي ديالتي اللي كانت عندي في الاول، عقلتوا عليها ديالتي كانت شويه عريضه وكانت شويه فونسي في الكري، خسرت ليا شحال هذه ولحتها، وهذه كانت عند راجلي ملي كنت تفرقت معاه وكان ساكن في ديك الدار شرا وحده حتى هي زوينه، غير هي هذه صغيره يعني صغيره من الداخل، انا غنوريكم ما عنديش فين نحط نهائيا نهائيا. شوفوا ساره دارت لي الرسوم ديالها معلقه غير جالسه ترسم، شوفوا هنايا كل مره نحيد نخزن عليها، شوفوا هانتوما شحال ديال الرسوم كنخزن ونحيد عليها قبل ما نحل لكم الثلاجه البنات. فغنقول لكم بلي الثلاجه عندي من الداخل راها مرونه كما كنقول لكم، قلت لكم بلي راها حيت صغيره ما عنديش فين نحط، يعني كنحط شي فوق شي. حاجه وحده اللي بغيت نطلب منكم، فالله يسر عليكم اللي كيعرف فين نقدر نلقى هذوك المنظمات اللي كنحطوهم، كنحطو فيهم الخضره دوك السليلات وداك الشيء اللي كنحطو فيهم كنحطوهم في الثلاجه، فكتبوا لي في التعاليق الله يسر عليكم منين كتشريوهم ولا فين اين بلاصه واش في شي سيت انترنيت، لحقاش قلبت عليهم ما لقيتهمش نهائي. انا غادي نوريكم الثلاجه عندي من الداخل، غادي تشوفوا الروينه اللي فيها. ها انتوما شفتوا، ها انتوما يعني حتى حاجه اصلا صغيره، نديرها لكم من اللي ترجعوا اللور باش تبان لكم مزيانه. ها انتوما شفتوا صغيره، انا هذيك الاولى اللي كانت عندي كبيره كانوا عندي جوج المجوره، المجر هذا هذا المجر التحتاني كان عندي كبير بزاف يعني قد هكا يعني كبير، وعندي واحد اخر قد هاد لافورم هنايا يعني كانوا عندي جوج، واحد كبير وواحد صغير. هادي لا فاغي واحد صغيور، شفتو قداش صغيور يعني ما كيحطش ليا حتى ما دخلاش فيه، ما بقاش ندير فيه حتى خضره بزاف صافي. عندي هذا اللي تلقيتو بحال منظم، هذا ديال كوكا، هذا ديال كوكا حاطه فيه هنا. انتما شفتو البنات ما عنديش فين نحط، خاصني دوك سلكتو كتعرفوا فين كاينين السليلات فقولوها لي عافاك نقدر نشريهم باش نحطهم عندي في الثلاجه. صافي هادشي اللي كاين، خاصني نقلب عليهم فما تنساونيش الله يستر عليكم ما تنساونيش باش نقدر بحال هكا نقاد، لانني دابا رمضان قرب وخاصني نشري شحال من حاجه وما عنديش كي غادي دابا هاد التقاديه هادي اللي شريتها وما غاديش عندي ما عنديش فين غادي نحطها، دابا خاصني نخوي في الثلاجه ونقادها وننظمها. عندي واحد السليله غير صغيره هنايا غادي نقدي بهم دابا نعدي بهم بما نشري هذوك المنظمات وبما انكم تجاوبوني في التعاليق، وهذيك الساعه عاد نقاد الثلاجه شي مزيانه. يلا المهم دابا شنو غادي نخليكم معايا نقاد الثلاجه ديالي ونرجع لكم. بغيت كنقاد شويه هنايا في الثلاجه تنسالو، غادي نوريكم بشويه قديت على قدر داكشي اللي خبرت نقادو كما قلت لكم ما ماشي سهل، الا ما كانش منظمات ماشي سهل اننا نقادو داكشي ونصوبو، ولكن الحمد لله راني غاده. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي مريم بالنسبه للنعناع يعني كيفاش كتقدري ديري باش انه كنقدروا نحافظوا عليه بواحد المده اللي بقات طويله، انا النعناع البنات كيقدر يبقى لي حتى 15 يوم، ايه 15 يوم كيقدر يبقى لي بصراحه ما كيخسرش ليا كيبقى مزيان. شنو كندير له؟ كنشد واحد لو طورشون شي زيت بحال هكا يكون مزيان نقي، كنشدو كنفزقو بالماء بحال هكا الماء بارد يعني كندير ليه الماء بارد نفزقو مزيان 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 مزيان، ومن بعد كنشدو كنعصرو، ماعرفتش كيفاش ليكم كنعصرو، ولكن واخا كنعصرو ما كنعصروش مزيان كنخليه فازق مازال كيبقى شويه فازق، ماشي كيقطر ولكن كيبقى فازق. كنشدو البنات كنسرحو بحال هكا، كنوريكم كنسرحو بحال هكا، وكنشد النعناع ديالي النعناع كما كان، يا اما تفرقوه على جوج يا اما تخلوه هكا. شوفو نتوما اللي بغيتو، انا شنو غادي ندير، انا غادي نفرقو المهم كنشدو كنديرو له بحال هكا هانتوما، وكنجي ناخذ قطعه واحده اخرى ولا هذه نيت صافي، وكنقلبو بحال هكا وكنحتف ندير له هكا. هذه هي الطريقه البنات الساهله، وكنعناع ديالكم ما نقولش لكم كيبقى واحد المده اللي هي طويله ما كيخسرش لكم، جربوها وردوا عليا الخبر واجي تشوفوا. من بعد كنشد شي ميكا بحال هكا تكون نقيه، والميكا اللي تكون شويه قاصحه يعني ماشي تكون ميكا ترطبات صافي.
حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم البنات، مره ملي تاخذوا النعناع تقولوا طيبوا اتاي وتاخذوا النعناع، ردوا البال باللي يعني هاد الفوكشون الزيت باللي الزيت يكون فازك. الا بالكم باللي الزيت مابقاش فازك يعني ولا ناشف، حيدي النعناع حطيه في شي بلاصه وشدي داك الشيفون عاودي فزقيه مزيان 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 من الماء وتاو عصريه وخلي كما قلت لكم، وديك الساعه صرحي عاودي كدي فيه النعناع وهكذا، فما يبان لكم شويه نشف عاود دير له نفس الطريقه والنعناع غيبقى لكم مزيان. ولا بانت لكم شي نعناع عندكم شي عريشه بحال هكا بدات كتكحال ولات في مابقاتش مزيانه، عاودوا حيدوها حيت داك اللي ملي كتكون شي نعناع بدات كتكحل فغتخسر لكم النعناع كامل. مره حلو قلبو حيدوك النعناع اللي خايب وخليو النعناع الزوين صافي. بحال هكا النعناع البنات غادي تردوا البال اللي غتحتفظوا به واحد المده اللي هي طويله، وانتم تفكروا لي كتبوا لي في الكومونتير صافي. انا دابا كنديروها هكا، هي الطريقه اللي كنستعملها، كنسد عليه ما كنخليش الهواء يدخل له، وملي كنبغي كنحتاجه صافي بحال هكا. اما بالنسبه لالا الشيبه يا مولاتي، بالنسبه للشيبه البنات فوياكم تقربوا ليها الماء ولا تمسوها بالماء غتولي خايبه غتخسر لكم. غتشدوا شيفون يكون نقي وغا ديروا به تغطيو به الشيبه ديالكم، علاش باش تحاولوا ما امكن ما يدخلش ليها الميديتي، ما يدخلش ليها الماء او الندى ديال الماء. علاش؟ لان ملي كيدخل ليها كتكحال كتلوى وما كتبقاش زوينه وما كيبقاش فيها المذاق. كتغطيوها بحال هكا مزيان شفتوها، حتى هي كديروها شي ميكا كتخشيوها في الثلاجه، وملي كتبغيوها كتهزوها غير هي. ردوا البال اللي يديكم يعني ما تعمرش لكم بالماء، الشيفون ما يعمرش بالماء. حيت انا واحد النهار كانت قالت لي واحد السيده ديري نفس الطريقه اللي كديري النعناع، ديري لي حتى ديري حتى الشيبه، جربت حتى الشيبه كانت عندي هكا ديال الشيبه وما عرفتش كيفاش زعما نخزنها حتى تخسر ليا، ودرت الطريقه اللي قالت لي خرجت عليا صافي. منين جربت هاد الطريقه الاخرى ديال الشيفون يكون ناشف وديريه في الثلاجه كتحافظوا على واحد المده اللي هي طويله، وتقدروا حتى نتوما تحلوها من داك الخيط تسرحوها في الشيفون وتلويوها نتوما واللي بغيتو. المهم البنات بغيت غير نوريكم دابا كيفاش حتى قديت، يعني كما قلت لكم ماشي درت شي تنظيم لانني ما عنديش منظمات نقولها ونعاودها. المهم عندي واحد السليله لقيتها بحال هكا سليله حطيت فيها بعدا هاد الخطيره هنايا وحطيت فيها داكشي الاخر هنا. هنا قديت درت هادشي اللي غنحتاجو دابا اللي غنقضي به يعني المطيشه اللي عندي كانت عندي قبل اللي طايبه وسميتو، وحتى الدنجه اللي كان عندي قديم كلشي جبدتو هو اللي غنخليه ما غنقضي به، وداكشي اللي جبت كلشي الاخر شي درتو هنا وشي خليتو هنا. المهم خلط صافي. هذه بدلتها كانت عندي هذه البلاصه هنا الفوق صدقت بدلت نزلت هذه درتها لتحت الشبكه درتها هذه نزلتها هنا بحال هكا بشي جينيغي بحال وهنا مازال خاصني مازال منظمات هنايا صافي. المهم هادشي اللي درت كما قلت لكم باقي خاصني شحال من حاجه خاصني منظمات نشريهم، والثلاجه عندي صغيره ما غاديش تقدني مزيان، ولكن ما عندي كي غندير حاليا ما غنقدرش نشري الثلاجه وصافي. والنعناع هنا درت النعناع هنايا النعناع والشيبه كما كيبان لكم وصافي. هادشي اللي كاين هادي دايره فيها ليمون ليمندارين صافي، وهنايا قبيطه ديال النعناع عندي اللي كنخدم بها الربيع صافي. هادشي اللي كاين. المهم كما كنقولوا غادي نقضيو باش ما عطله، يعني الواحد ما خاصوش يتكلف اكثر على راسو الا ما عندوش الامكانيات انه يشري ثلاجه ولا يشري اي حاجه، فماشي مشكل كما كنقولوا ماشي نهايه العالم الواحد يمشي على قدو البنات يشري داكشي اللي قدر عليه وبشويه بشويه. يعني الواحد اللي ما قدرش يشري دابا فمن بعد يقدر يشري، مي انا حاليا صراحه بيني وبينكم ما غاديش نقدر، عندي اولويات واحد اخرين اكثر انني شريت ثلاجه. بعد الحمد لله لقيت هذه وخا صغيره انني خدامه بها، كل ما لقيت والو هذيك اللي كان المشكل. المهم الحمد لله لقيت ثلاجه. دابا اش غادي ندير؟ المهم كما كيبان لكم انا درت ليكات غادي نمشي نحيد هاد الخرشف نقيه وهذيك الساعه غادي نرجع معكم وغادي نشوف. ما عرفتش واش مازال غادي نبارطاجي معكم شي حاجه اخرى ولا غنحبس معكم هنا. المهم الا كنت غندير شي عشيه وانا غنبارطاجي معكم العشيه ديالي، ولا ما درتهاش فما شفتكم ما شفتوني. المهم غنتلاقى معكم من بعد البنات.
كل الوليدات ديالي انا رجعت لكم. مهم درت الكوتي انا الدراري درنا اتاي واحد اتاي بالشيبه ما نقولش لكم البنات جا معتبر. المهم الدراري خليتهم دابا جالسين شويه كيتفرجوا. انا يا الخرشف منين طابليه سلقتو كلشي خليته واحد تبرد على خاطر خاطرنا غنوريه لكم دابا. مهم البرد تحرك مشيت لبست لي واحد البينوار شويه حسيت براسي برد. وبالنسبه للخرشف انا غنوريه لكم البنات. ها هو انا شنو درت، درت الماء فيه الحامض ملي كنت كنقطعو كنصوبو كنقيه كنغسلو، وعاد من بعد درت برما درت فيها الماء فيه الحامض معصور وفيه نص حامضه مقطعه وحطيت فيه الخرشف بحال هكا مقطع. درته في البوطه يعني تسلق ودرت معاه معلقه كبيره ديال الطحين الابيض ودرت معاه واحد شويه الملحه ودرت معاه كنوره باش البنات يجي بنين بحال هكا المره الجايه ما يديروا في الطاجين كيكون بنين ما يجيش باسل. صافي هادشي اللي كاين دابا عندي انايا لي ساشي بحال هكا هما وجدتهم هنايا. المهم البنات انا دابا درت ساشيات باش نقاد فيهم. غناخذ الكميه اللي بغيت نحط نشوف شحال غادي يجيني، واش ثلاثه السكان ولا غير ولا جوج. ومنين غادي نبغيه المره الجايه غادي غير نجبدو من الكونجيلاتور ونطيبو. من بعد غنقول لكم كيفاش غادي ديرو باش يجيكم مزيان. المهم كما كيبان لكم صافي انا ساليت هذا الخرشف غادي نحطو في الكونجيلاتور. حاجه واحده او نصيحه اللي غادي نقول لكم البنات، الخرشف بحال دابا ملي غتبغوا طيبوا شي طاجين ولا شي حاجه وتبغوا تحطوا الخرشف فيه، الخرشف خليوه هو اخر حاجه تجبدوها من الكونجيلاتور. ماشي تجبدوه من الكونجيلاتور وتحطوه يعني في الكوزينه وتبقاو نتوما طيبوا تقولوا بما زعما يدي كونجلا بما يحيد منه الثلج عاد تنصبوا وتحطوه في الطاجين. لا، نصبوا الطاجين ديالكم عادي وكل شيء حتى تبغيو الوقيته اللي توصل فيها تبغوا تحطوا الخرشف، ديك الساعه تخرجوه من الكونجيلاتور وديك الساعه ستفوه. راه كيما غديروا له هكا غيتحل غير بوحدو يعني غيبقى مفرق. ستفوه في الطاجين من الفوق وسدوا عليه وصافي، يعني هو غيدي كونجالا من غادي يكون في الطاجين. فهمتوني بحال هكا ما غاديش يجيكم سميتو يعني مرخي بزاف ولا غادي يجيكم مزيان. فهمتوني هذه هي الطريقه اللي تستعملوا يعني بقى اخر حاجه. صافي هادشي اللي كاين. اما بالنسبه للعشيوه ديالي ديال اليوم فانا بصراحه ما كذبش عليكم ما فيا ما نطيبش هشه عيانه. كنت بغيت ندير الحوت كواري في الطاجين ولكن عييت وحق الله البنات. اليوم من الصباح وانا كنضر وانا كنضر في المارشي جيت مهلوكه وكم شتو راه روينه جمعتها وكلشي كانوا كيديروا مالا سياست ما جلستش يعني من الصباح وانا نشري من هنا نجري من هنا نجري من هنا. صافي انا كنت معوله بغيت ندير الدراري هذوك الشعريه، شعريه بالحليب كما كنقولوا حنايا مع كي كتعجبهم، وقلت زعما حنا نديرو لنا الطاجين بالحوت كواري حيت الدراري ما كياكلوش ليا ولكن ما عيانه ما فيا ما غندير. شنو غادي ندير؟ غندير بحالي بحال الدراري، غادي ندير لينا حتى حنايا الشعريه بالحليب. كلشي كيعرف الشعريه بالحليب راه عاديه كنطيبوها هكا تجي خفيفه منها شويه ديرو شويه الريجيم. صافي هادشي اللي كاين البنات. كنظن ان الفيديو ديالي معكم غادي يسالي هنايا. كما شفتوا ما كانت شي حاجه غير بارطاجيت معكم العشيه ديالتي دوزتوها معايا وكلشي. صافي دابا غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، كنموس كنحماقكم الغزلان ديالي وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. وشكرا لكم بزاف وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.